السلام اخي، شعاكم ميوفا، واليوم راح نجيب من لعبة يوغيو ماستر دول. قبل ما يبلش المقطع يا شباب، في عندي اعلان مهم لازم احكيه. انا اتشرف باعلان انضمامي لمنظمة اجنحة الحرية او FWT. شباب المنظمة اتواصلوا معي على اساس اني انضم لهم كصانع محتوى، وبعد ما شفت شغلهم وشفت اهدافهم وشفت افكارهم، صراحة الشغل كان خرافي كثير وعجبني، وقررت اني انضم لهم. المنظمة هي منظمة انتاج بتستقبل مواهب الشابة عشان تنضم لها وتطورها وتساعدها تتحسن. فاذا كنت مصمم او رسام او مهتم بالعاب الفيديو او مونتاج الفيديو، المنظمة راح تستقبلك كفرد منها في اي واحد من اقسامها. وفوق هيك المنظمة كانت بتشتغل على مشروع فريق اي سبورتس، فاذا كنت مهتم تنضم له او تعرف عنه اكثر تقدر تقدم لهم. راح احط لينك لانستغرام المنظمة في الديسكريبشن. الانستا بصير عليه مسابقات، عرض لاعمالكم، وبرضه في متجر الكتروني اذا انت مهتم بالتصاميم. وهذول الشباب هم سووا التصميم الجديد للبانر تبع قناتي وللوجو، وشكلهم صراحة خرافي. واذا مهتمين اكثر برضه في موجود ديسكورد تقدر تتواصلوا فيه مع الدعم وتحكوا مع بقية الشباب. ويا واذا في اي حد مهتم يشتري واحدة من خدمات المنظمة بس يحكي انه من طرف ميوفا، وان شاء الله الشباب ما بيكسروا معك. فيا بس هذا هو، استمتعوا في المقطع. اليوم يا شباب قاعدين نلعب في واحدة من اكثر التشكيلات اللي بكرهها. هاي التشكيلة اصحابي ظلوا يستعملوها ضدي. مرة كنت العب بدراغان وكانت تقدر تنافس دراغان اللي هو كان بطاقة مكسورة، وهي التشكيلة هي تشكيلة الماك نايت. الماك نايت بطاقة خرافية ما تقدر تسوي له تارجت بالكارد افكت، وحوش ضدك ما بيقدر يهجم على وحوشك الا ضده. واذا في وحش سبيشال سامد قاتل الماك نايت، الماك نايت بأخذ نقاط اتاكه لإله وبيدمره. فانك تسوي تشكيلة حوالين هالبطاقة اشي خرافي كثير. بس فوق هيك في بطاقات ثانية في التشكيلة بتساعدك، زي الدراج نايت، زي السافج دراجون، زي الكريستال وينج. وطبعا رح تطلبوا مني اني اشرح الكومبوز، فرح اشرح الكومبوز هسه. بس اذا تشوف مباريات تقدر تسوي سكيب لهاي النقطة. واحدة من هالبطاقات في هاي التشكيلة هي بطاقة الدوكي دوكي، لانك مرة تستدعيها تقدر تسوي سبيشل سامن لوحش مباشرة مجموعتك. في العادة بتسوي سبيشل سامن لهذا الوحش الانالايزر، عشان مرة تسوي سبيشل سامن تقدر تشوف خمس بطاقات من فوق تشكيلتك، واذا في منهم وحش تقدر تستدعيه مش تونر، وحش روك مش تونر تقدر تستدعيه. نفس الفكرة مع هالبطاقة، هالبطاقة ممكن تسوي لها سبيشل سامن، هالبطاقة ممكن تسوي لها سبيشل سامن من ايدك اذا في عندك وحش ادم انسيبيتر في ملعبك. في العادة مرة بدك تسوي سبيشل سامن لوحش بتسوي سبيشل سامن لهذا الوحش عشان ايفكت بيخليك تسحب بطاقة. هالوحش تقدر تسوي له سبيشل سامن اذا في وحش حجري الرسل للمقبرة. البلوك دراجون وحش قوي كثير تقدر تستدعيه اذا سويت بانش لوحوش حجر او ايرث من مقبرتك، وطبعا جزء كبير من هاي التشكيلة كلها وحوش ايرث. طبعا في وحوش ثانية بس الهدف الرئيسي منهم تقريبا انهم يكونوا اربع نجوم عشان تقدر تسوي السينكرو سامنز. بعرف ما شرحت كثير، بعرف سامحوني، بس خلوني العب ومرة العب راح تفهموا كيف هاي التشكيلة بتشتغل والكومبوز فيها. بتفضل تلعب سكند في هاي التشكيلة. اوكي هاي السحبة مش احسن اشي. اوكي الشاب انهى دوره وما استدعاش اشي كثير، يعني بقدر ادمر وحش باستعمال راي جيكي. اوكي استعمل هذا كنيجيت عشان ما ادمر وحشه. هلا زي ما حكيت هذه مش احسن سحبة، بس اجى في ايدي البلوك دراجون. بلوك دراجون اذا سويت بانش لثلاث وحوش حجر من ايدي اللي هم هذول الثلاث، بقدر اسوي السبيشل سامون مباشرة. واذا تدمر البلوك دراجون بقدر اجيب ثلاث وحوش روك مونستر مجموعتي لايدي، واذا جبتهم مجموعتي لايدي بقدر اسوي كومبو نار وبقدر استدعي وحوش خرافية زي ماك نايت. فمش احسن سحبة بس بتمشي لحد اللحظة. بالمناسبة كان في كومبو ممكن اسويه اذا استدعيت هذا الوحش لحال، بس فضلت اني استدعي البلوك دراجون لاني استدعيت البلوك دراجون مباشرة. اتوقع كان في كومبو ممكن اسويه باستدعاء هذا الوحش اول اشي، واستعمل الكومبو على هالوحش بعدين بقدر استدعي بلوك دراجون. فهذا هو غلط صغير من جهتي، بستدعي هذا الوحش الحجري فرعية الهجوم، وهذا الوحش برضه في عنده نيجيت اذا بدي. اوكي سبلاش ميج بدي احاول يفعل افكته، بس يفترض اقدر اسوي له نيجيت استعمال وحشي. يب سوي له نيجيت، فيري نايس، وبيتدمر. حلو جدا، ان شاء الله سحبة منيحة. اوكي اوكي مش بطالة مش بطالة. سوي لها سبيشل سامن لانك اذا تتحكم بوحش حجري تقدر تسوي لها سبيشل سامن ايدك مباشرة، بعدين بتفعل افكتها بتشوف اول خمس بطاقات، ان شاء الله يطلع وحش عشان اقدر استدعيه. اوكي هاي وحش تقدر تستدعيه،
ممكن برضو اجيب دوكي دوكي، راح اجيب دوكي دوكي، هذه البطاقة اللي بدور عليها طول الوقت. بيحكي لك انك ترتب بطاقاتك في المجموعة، بس مش مهم اي ترتيب تقدر تحطه. ليه مش قادر استعمل افكت دوكي دوكي؟ لانه فيش معي وحش روك في ايدي. اها اوكي، هذا كان غلط. بستعمل هاي عشان اسوي سبيشل سامن لوحش روك من المقبرة. راح اعمل فليب سامن لهذا الوحش، وهسه بسوي لينك سامن لكريستيون بني اضحي بدوكي دوكي وهذه، وبستدعيه. بستعمل افكت كريستيون. اوكي، في عندي افكت هاي البنت، هاي بتسويني جيت. اوكي، بحاول يسويني جيت لوحشي، بس في عندي هذا الوحش، فبسويني جيت لوحشها. هيك وحشه ما بيشتغل، وافكت كريسترون بيشتغل، صح؟ نايس. بقدر اسوي سبيشل سامن، بسوي سبيشل سامن لهذا الشاب، بعدها بسوي لينك سامن لهي البنت، بدنا نضحي بهذا مع الشاب المحترم وبستدعيه. نايس. وبعدها بسوي لينك سامن لميك نايت، بدنا نضحي بهذا وبهذا وبستدعي ميك نايت. فيري نايس. وهيك الجيم بنتهي. بعرف مش احسن جيم، الكومبو ما اجى من اوليتها، بس في النهاية اجى، وهذا بس دليل انه حتى لو الكومبو والسحبة ما كانت منيحة برضو ممكن تفوز في هالتشكيلة. بس صدقوني لسه في كومبو اقوى من هيك بكثير، اقوى بكثير بكثير، بتعبي ملعبك وحوش سينكرو. بس خلوني بس تجيني سحبة منيحة. تعرف راح اسوي فليب سامن لهذا، وراح استدعي هذا، وراح بعدها استدعي هذا الوحش، بنضحي باثنين الليفل اربعة، وحش الاكس واي زي هذا. مرة تستدعيه تقدر تفعل افكته، بجيب وحش روك من مجموعتي لايدي، وبجيب دوكي دوكي لايدي عشان الدور الجاي، بهجم عليه عشان ليش لا. الشاب هذا كان بيلعب باول تشكيلة في اللعبة، شكله راح اسوي بس سكيب لهذا الجيم. او بقدر استعمل افكته كمان مرة، بجيب هاي لايدي. فيري نايس. هذا راح يكون اختبار منيح للتشكيلة، ابرجيك كيف الكومبو بيشتغل ضد شاب يعني مش عارف ايش قاعد بيسوي هو بالضبط. استعمل افكت دوكي دوكي، وبرضه استعمل افكت هاي البنت، ضحيت بوحش الروك اللي كانت معي، بسوي سبيشل سمن لهذا الشاب. نايس نايس، بسوي سبيشل سمن لهذا، بعدها بستعمل افكت هاي البطاقة عشان ارجع وحش للملعب. برجع هذا للملعب، لان اتوقع هذا بيعتبر سبيشل سمن صح؟ طالما انه سبيشل سمن. برضو بقدر احط بطاقة على اعلى اشي في هجمتي عشان اسحبها بعدين، مع اني ما اتوقع انه راح يفرق. بحط هاي البنت، ليش لا؟ بعدين بستعمل افكت هاي اللي بتخليني اسحب بطاقة، صح؟ كمان مرة بنسوي لكريسترون اللي بضحي بهذا. كريسترون نايس. كريسترون ولا كرايسترون؟ ما بعرف بالضبط، نستعمل افكته. بسوي سبيشل سامن لهذا، بعدها كمان سبيشل سامن لهاي، نضحي بهذا ودوكي دوكي. فيري نايس. بعدها بنسوي سبيشل سامن لحبيبنا ميك نايت، ضحي بكريسترون. يس عن اثنين، عن هاي البنت. يس عن اثنين، بسوي له سامن. نايس. بعدها بقدر اسوي لهاي سبيشل سامن مباشرة، بستعمل افكتها، بجيب هذا الوحش، تمام، بنحطه، مش مهم الترتيب اللي بعده. بعدها نستعمل افكت البلوك دراجون، بدي اسوي بنش لوحوش من مقبرة، فبسوي بنش لهذول الثلاث، تفركش. فيري نايس. بعدها بسوي سينكرو سامن لهذا الوحش، وضحي بهذا برضه، بستعمل افكته، بشوف عدة وحوش، بقدر اسوي سبيشل سامن لواحد، بسوي سبيشل سامن للانالايزر. نايس. بعدين برجعهم باي شكل مش مهم. بقدر استعمل افكت انالايزر، بس فيش عندي وسع عشان استدعي كمان وحش، فراح اسوي سبيشل سامن مباشرة للسافج دراجون، بضحي بالانالايزر وبضحي بهذا وبستدعيه. بستعمل افكته
وباخذ وحش لينك لإله اللي هو هذا، باخذ الاتاك تاعه، وفي نفس الوقت بصير في عنده نيجيتين. برو لسه بقدر اكمل، اقدر استدعي لسه كمان وحش المقبرة، اجيب هذا مثلا، ليش لا؟ لانه هذا الوحش في عنده نيجيت، وتطلع البورد كيف صار عندي حرفيا مش طبيعي. خلينا نهجم، راح اهجم باول شيء هذا عليه، هالوحش طبعا بده ضربتين عشان يتدمر، اهجم بهذا بعدين بهجم بهذا. وات بده ثلاث عشان يتدمر دام. اوكي طبعا بعرف انه هذا الشاب جديد بيلعب بالتشكيله الاولى، بس هذا كان مثال جيد افرجيكو هاي التشكيله شو ممكن تستدعي. ولو ما كان عندي هذا في الملعب كان ممكن لسه استدعي اشياء اكثر. في عندي ثلاثة نيجيتس في الملعب، فاشوف شو راح يسوي. هذا الجيم خلص 100%. جي جي بيلعب تشكيله دي دي برو. شكله حضر اخر مقطع لي وسوى تشكيله دي دي دي. بده يحاول يجيب وحش بس ما راح اسمح له، استعمل اش بلاسم. بيقدر يجيب كمان دارك كونتراكت لايده. اوكي راح يستعمله كمان مره، لا هذا بس وانس بير تيرن. اوكي سوى كومبو لا باس فيه يعني الشاب. بس هسه دوري بسالي دوكي دوكي، ان شاء الله ما يكون في عنده نيجيت. بنزل هالبنت باستعمال افكتها، بس استعمل افكت دوكي دوكي، بحذف دوكي دوكي الثاني، بعمل سبيشال سمن لهذا الوحش، استعمل افكت هالبنت اول. اوكي راح استدعي هذا. اوه نايس، بقدر استدعي هذا بخليني اسحب بطاقة. زي ما شايفين عبيت الفيلد حرفيا. اوه نايس سحبنا البلوك دراجون. اوكي بعدين نعمل سوي سبيشال سمن. ماكنايت نايس، بعدها بستدعي بلوك دراجون، بني اسوي بنش لوحوش مقبرتي، بسوي لهذول بنش، بعدها بسوي سينكرو سامن لهذا الوحش. حلو جدا، بستعمل افكت هذا الوحش لاني ارسلته لمقبرتي، بسوي تارجت لوحش من وحوشه وبخليه فيس داون، بخلي هذا الوحش فيس داون. نايس بستعمل افكت هذا. اوكي شفنا خمس وحوش، بستدعي بستدعي هذا ليش لا، برجع هذول باي طريقة، بحط هذا كتراب. وهسه وقتنا نهجم، راح اهجم بيك ميك نايت على هذا الوحش عشان ادمره، لان هالوحش مزعج افكته، بستعمل افكته بزيد الاتاك تاعه بس مش مهم. وبالمناسبة طالما انه سبيشال سامن بقدر استعمل افكت ميك نايت عشان ياخذ دامج برضه، فطلع قد ايه بصير 9000 بدمرش طبعا، بس مش مشكلة بهجم كمان مرة لانه هذا بده هجومين عشان يدمر. راح يسوي نفس الاشي، راح يزيد الاتاك تاعه بس مش مهم، هو بده ديفنس. بعد ما بهجم بهذا على هذا راح يستعمل افكته انه تدمر، بقدر يسوي سبيشال سامن لوحش صح؟ بقدر يسوي سبيشال سامن لويف اوبليفيون مباشرة. مش مهم بنهي دوري، كان دور مش بطال. بجوز قاعد بقرا وبيفكر بخياراته. هجم عليه؟ يعني بقدر اسوي نيجيت لوحشه، بس بدي اسوي نيجيت لوحشه؟ ما اظن. 5700 مش مشكلة، إذا هجم على ميك نايت، ميك نايت بيقدر بكل بساطة إنه يستعمل افكته. يستعمل افكت ميك نايت وكده بيصير 8700. ما بتقدر تغلب ميك نايت. طبعا وحش تدمر، ليش وحش تدمر ما لاحظت، بس استعمل افكته بقدر اجيب ثلاث وحوش اللي بصير مجموع ليفلاتهم 8، فبجيب هذول الاثنين وبجيب بجيب واحد انالايزر ليش لا. لا ما كان لازم اجيب انالايزر، كان لازم اجيب وحش ثاني راح اوديه على المقبره. اوكي الشاب استسلم مش مشكله ايه وصلنا سيلفر على هالاكونت. فاوكي شباب خلصت هذا المقطع، عشان ما تكون عجبكم حطوا لايك وشير سبسكرايب وتعليق، احكوا لي اذا بدكم اي تشكيله اسوي لكم اياها، واذا تحبوا تدعمون ماديا تقدروا تسووا انتماء للقناه. ويا بس هذا كان معكم ايوفو، سلامه.